من وجهة نظر شخصية، السعودية أو منتخب الراجل ده جابوه في الوقت المناسب، من وجهة نظر شخصية وقت مناسب جدا جدا جدا، طلع المنتخب في وخلى برضه، خلي بالك دي نقطة مهمة جدا، خلى دايما أنت ند بند. كان دايما أي منتخب عربي بيخش قدام، لو بصيت على المنتخبات العربية اللي دخلت كأس العالم والمنتخبات الأفريقية، ما فيش حد ند بند دايما. حته الند احنا المنتخبات الاوروبيه اكبر شويه من الند بتاعنا، لكن انا النهارده لما تيجي تبص تلعب ماتش الارجنتين، لا انت ند بند، وكلامه في المحاضره بيدي رساله للعيبه ان انا احنا فوق، احنا كمان ليه ما نشتغلش وليه ما نكسبش، وكاس العالم ده ممكن لو ما عملناش كاس العالم ده كويس. وقال نقطه مهمه، قال لك بعد 20 سنه ممكن ناس تقابلك في الشارع تفتكر لك ماتش الارجنتين، فاكر لما كسبت ماتش الارجنتين. الحاجات دي كلها طبعا بتشتغل، العامل النفسي مهم جدا طبعا. انت لو تسال السعوديين عن تشكيله 84 وتشكيله 88 وتشكيله 92 و96 و94 و98 تلقى الجمهور حافظ لك اللعيبه بالاحتياط 78.